يعني بتكوني على كفر المجلة؟ على أساس هي أول مرة بكون كفر؟ لا مو أول مرة، بس أول مرة مع ساندي، صح ولا لا؟ إيه بس لسه ما قلت لها أوكي. وليش بقى ما قلتي لهم؟ كأنك صايرة عم تبعدي عن الناس. هلأ أنا عم بعد عن الناس؟ إيه عم تبعدي عن الناس، وإذا بدك رح تصيري شوي تانية حدا غير اجتماعي تماماً. نغمة فهميني، أنا كل يلي بدي إياه شوية خصوصية. الحمل شعور رائع، انتظار طفلة. أول ما رح أكون مسؤولة عن شخص إذا ما طعمته ما بياكل، وإذا ما شربته ما بيشرب. حابة أعيش هالفترة بكل تفاصيلها. مشان هيك أنا حابة تكون ساندي طفلة طبيعية، ما بدي أعرضها للأضواء. هلأ بدك تقنعيني إنه في حدا ما بيحب الأضواء؟ يعني بكرة بنتك مثلاً بالمدرسة ما رح تكون مشهورة وعليها العين؟ بلا، رح تكون مشهورة وعليها العين، بس لأنه ساندي، مو لأنه بنت ستار دادو. يعني خلصنا بقى، شو ما عملتي وشو ما ساويتي رح تضل شهرتك تلاحق بنتك. انتي هيك رأيك؟ ايه أكيد. بس قلك شغلي، أنا شايفتها فرصة لترجعي على الساحة وبقوة كمان. غبت كتير أنا ما هيك بصراحة. معناها رح خبرتيته؟ ليه بدك تخبريه؟ يعني ممكن هو ما يوافق مثلا؟ لا لا أكيد بيوافق، بس أنا لازم خبره. الله يعين على تيتو. هاي كارلا، كيفك؟ سفا؟ أنا منيحة، أنت كيف؟ تمام، شو وين كايني؟ بالجامعة؟ لا ما نزلت اليوم. خسارة، كنت ناوي اخذ منك محاضرات. معلش بكره بخليني امنوا لي اياهم لالي ولالك. قولي لي كارلا، في شيء؟ صاير معك شيء؟ لا ما بني شيء. هلا خبرني شو رجع صار معك بالسهره من بعد ما تركتك اجيت؟ قصدك ديانا؟ اسمها ديانا؟ انا كنت مفكر اسمها روز، بس هي طلع هيك مسمية حالها على الفيس وعلى التويت. بس أما شو ديانا يا كوكي؟ شو ديانا؟ حلوة؟ مش بس حلوة، القصة مو بس قصة شكل، يعني هي البنت بحد ذاتها كاركتير ما بظن إنه رح يتكرر. مش عم بفهم عليك. ليش أنا فهمانة لحالي؟ ضلينا سهرانين للصبح وما بعرف كيف مرق الوقت. لك بتعرفي حتى رجعت على البيت كارلا ما قدرت نام. ليه؟ ما بعرف، حاسس بشي غريب. إيه عادي، شو أول مرة بتروح بتسهر وبترقص؟ لا كوكي، أكيد القصة مو قصة رقص وسهر، بس هي القصة إنه أنا عم حس بشي جديد، يعني في شي حقيقي وحقيقي كتير. حاسس في شي عم عيشه لأول مرة. معقول كون مغروم كوكي؟ معقول انغرم فيها بهالسرعة؟ يلي حسيته معها ما حسيته مع حدا تاني أبدا. لازم أعرفك عليها، شو رأيك؟ أنت بده يعرفني عليها يا قلب. ليش أنا بعرف بهالعالم كله حدا غيرها للست بيدي؟ أنا بعرف إني نصابة وإنه كل الناس بيقولوا عني هيك، بس لا تفكريني إنه أنا بس أأذي الناس أو أغلط بكون مبسوطة. بالعكس تماماً كوكي، أنا كتير حابة أتغير، ماني مبسوطة بالشي اللي عايشة فيه. بدي إياكي تعطيني بس فرصة لأثبت لك إنه أنا عن جد تغيرت، والله ما عاد أعمل هذا الشي كله. تفضلي. انبسطت حبيبي؟ ايه حبيبي انبسطت.
ما قلتي لي منين بتعرفي هيك اماكن؟ سالت رفيقتي وهي دلتني. قلتي لي رفيقتك شو؟ شفت كيف في اسئله بتطرحها لحالها؟ لا مو هيك الفكره، بس يعني انا وياكي ما بنيجي على هيك اماكن، لهيك استغربت. ما تقول استغربت، قول غرت. انا؟ ايه وشو فيها؟ لا ما غرت، يعني اذا غرت رح اقول لك. اوعى تكون انتقاص من رجوليتك يعني. لا ما أنا انتقاص من رجوليتي، بس أنا ما بغار. لا غيرت وبدك تعترف. لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا القصة بلعنات فما رح أعترف. خلص أرجوكي سكري لي على هالسيرة بقى. وين بدنا نروح هلا؟ روحنا عند أمك نجيبها لنانو؟ لا على البيت. أني بيت؟ بيتنا. شو أي بيت؟ إيه والبنت؟ بتطلع عند ماما، عبالي يكون أنا وياك لحالنا. شو هاي دول؟ كتب. كتب شو؟ مو واضح معك انه كتب انجليزي؟ مبينين معك انه انجليزي، لمين هول؟ ليه معك اياهم بالسيارة؟ كتب انجليزي لإلي، من يومين سجلت كورس، حابب قوي لغتي شوي، غلط؟ هي متى كنت ناوي تخبرني؟ أنا ما سجلت غير من يومين وما داومت غير يوم واحد. وقف على اليمين. شو صار لك جنة؟ صف على اليمين ونزلني هلا. شو مجنونة أنت؟ عمالك صف على اليمين، احنا ما ننزل. يلا نزلني. لك مجنونة؟ روحي دربي سد ما يرد، دربي سد ما يرد، يا رب خلصني على أهون سبب يا رب. كارلا أنت ليش ما عم تصدقيني؟ بكل بساطة لأنه ما عم بقدر. إيه بس أنا، بس أنت شو أصلاً، شو هامك إذا أنا اقتنعت منك ولا ما اقتنعت، إذا صدقتك ولا لا؟ هاممني لأني بحبك ولأني رفيقتي وما بدي أخسرك وبدي إياكي دايماً توقفي معي. وبعدك عم بتكذبي؟ يعني أنا لو ما كنت بعرفه لطارق شخصياً كنت رح تكوني مهتمة هالقد؟ كارلا شو بكي؟ ليه هيك عم تتعاملي معي؟ ليكي ما علي أنا أطلع من الموضوع؟ إيه بس حكي لي، شفتي قعدتوا حكيتوا؟ إيه إيه وشو قال لك؟ ولك شو قال لي؟ شو بكي كارلا؟ أنا عن جد بلشت خاف منك. ليكي حياتي، إذا قصدك إنه قلت له إن أنت أكثر بنت نصابة بالعالم أو أكثر بنت معقول تتلاعبي بمشاعر الناس أو أكثر بنت ممكن تتركيه بأي لحظة بس لأنه شفتي واحد أغنى منه فبتكوني غلطانة. ما قلت شكلك نسيتي شغلة كثير مهمة، إنه أنت ما فيكي وما بحق لك تحاسبيني كارلا. مين قال إنه أنا عم بحاسبك أصلا؟ أنا عم دافع عن طارق. ايه وانا حبيته لطارق، والله العظيم حبيته، بس هو ما كان هيك رأيه. ليه هو شو قال لك؟ كارلا مشان الله احكي لي شو قال لك، والله قلبي رح يوقف. حياتي صدقيني ما في شيء، انا ما طلعت من الكافيه بسرعه، بس شفته سألته اذا اجت هيدي البنت اللي كنت ناطرها. ايه قال لي ايه اجت، قلت له شو رأيك فيها؟ ايه وشو قال لك؟ قال لي انه كان الموعد عادي. شو؟ عادي؟ ايه زعلتي؟ انا ما زعلت بس انصدمت لانه ما كان مبين عليه هيك. هيدا طارق هيك من بنت لبنت، مش عارف حاله الله وين حاطه، فكر حاله جيجولو عصره، بعدين انت اللي لازم تنتبه. الو اهلين بيبي. هاي حبيبي كيفك؟ انا منيحه، انت شو اخبارك؟ انا مشتاق لك حبيبي، طالع على الشغل هلا. ما بتخلص شغل حبيبي؟ انا عندي ميتنج ضروري بعد شوي. ميتنجو بالليل؟ بيبي الليل هيدا عندكم، انت نسياني فرق التوقيت بين بيروت وامريكا. سوري حبيبي، والله راح عن بالي. ولا همك حبيبي، انت منيحه بيبي؟ انا منيحه بس كنت
كنت حابة اقول لك شغلة بيبي. في حكيكي بس ارجع من الميتينج؟ مثل ما بدك. اسفة اني عطلتك. لا حبيبي بالعكس، بسطت لاني سمعت صوتك قبل ما اروح على الشغل. يلا باي حبيبي. باي. أصعب شي لما تجينا الطعنة من أقرب الأشخاص لإلنا، وقتها بس نتعلم أنه نبطل نوثق بالناس. وكتير صعب أنه نفرح وما نلاقي حدا يفرح معنا، ونزعل وكمان ما نلاقي حدا يحس فينا. شو عم تعمل هون؟ انت كيف شفتيني؟ شفتك من فوق. قلي شو عم تعمل؟ بصراحة متضايق ومخنوق شوي. شو في؟ ما في شي، هيك شوية مشاكل بالشغل بس؟ واشتقت لك. اللي بيشتاق للتاني ببطل بيرد على تليفوناته؟ شغل بالك علي؟ نغم ليه ما عندك الجرأة انك تقولي الحقيقة؟ أي حقيقة؟ حقيقة انك بتخافي علي. بلا بخاف عليك. فيك تقولي ليش ما اجيت اليوم على المعهد؟ كان عندي شوية شغل بس ما حبيت روح على البيت قبل ما اشوفك. أسامة طلع بعيوني، شو صاير معك؟ ما بعرف، بس اللي عم بيصير كتير حلو وبنفس الوقت كتير غريب. بدك نجي نطلع فتلة بالسيارة؟ هلأ؟ ايه هلأ. وين المشكلة؟ ليش دائما لازم نحط قيود نخنق حالنا فيها؟ لا بس ما فيني اترك ميديا لحالها. ميديا ما فينك تتركيها، بس انا ما عندك مشكلة. ما خلص بوعدك بكرة. بونو. أسامة ونغم. أيوة حلو. أسامة ونغم فديتك يا أسامة، وانت حبيب، وفديت نغم اللي مسوية نفسها ما تعرف شي ومسكينة. لا حبوا بعض زيادة. اي زيادة. أفا عليكم الدنيا حلوة. اي أسامة ونغم كنا شوي عجيبة. أسامة بتعملي ايه يا حلوة؟
ماشي، كنت عم رتب الفايلات. هما بيرتبوا الفايلات كده برضو؟ عم جرب رتبهم حسب الاحرف الابجديه. الله يرحم ايامك يا كاميلا. بعملك قهوه او نسكافيه؟ مش عايزه. يلا تفضلي. دي مش فساده بس، دي حشريه كمان. صبرني يا رب مش هخلص من البلاوي دي بقى. كل يوم طالعه لي بمصيبه جديده. الو، ايوه يا زياد، ازيك عامل ايه؟ انا كويسه الحمد لله. بقول لك، ينفع تجيب لي العينات النهارده؟ لا انا عايزه اعرف انت ظروفك ايه. سيبك مني، انا عايزه اعرف انت ينفع ولا لا. ماشي طيب اوكي. لا خلاص خليها في العياده، ملوش لازمه نتقابل في الكافيه. اوكي باي باي. اشي روحي اشو. الله يسعدك يا الصباح مدام انسم ساندي المحترمه. خير ان شاء الله. خير سيبك، هلا هي هلا هي وصلتي بالشام، جايب لك شويه فواكه وحمضيات وهيك شغلات حامضه جانوري. ايه وعوجه بعت لك اياهم الاستاذ تامر، بيعرفك عم تتوحمي. ايه تسلم لي ميرسي. بس يا مو 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 يا مو، شقد في عجقه على الحدود، بركت لك 4 5 7 8 9 15 ساعه يمكن على الحدود. هيك 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 العالم، هيك العالم، هيك العالم. عجقه عجقه خيرك الله، ما قدرت بدي اموت من جوعي، ما قدرت اسوي شيء. طول بالك قدرك الكل من هالعجايات والجمالكايات. شو؟ لا يا مو لا، ما بسترجي. بدك الاستاذ تامر يزعل مني؟ لا هي ما حبيتها منك. طاول 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 طاول. والله والله ما يدرى الاستاذ تامر انه اكلت لك انا من عوجياتك وجانوركياتك ومش مشاياتك وخوخاياتك. ما يطول منه. والله والله ليعلقني على هذا التمثال تبع امريكا، هذا اللي هيك مشنوق ورافع ايده هيك. اه تمثال الحريه. ادري هلا انت متاكده انه قال لك اللقاء كان اقل من عادي؟ يا الله عليك يا ديدي، صرتي سالتيني هيدا السؤال اكثر من 10 مرات. لانه مو معقول، ضلينا انا ويا سهرانين للصبح وتاني يوم رحنا قضيناه بالبحر. حبيبي كلهم اول ديت هيك بيكونوا. بس انا ما حسيته هيك. اخ هلا بدك تقنعيني انه انغرم فيكي من النظره الاولى. كوكي اعترف لك بشغله. شو؟ أنا عن جد حبيته لطارق. هلا أنت مو رفقته لطارق كتير منيح وبتعرفيه منيح؟ إيه أكيد. طيب احكي لي عنه. شو بدي خبرك عنه؟ شو بدك تخبريني؟ خبريني أي شيء، قولي لي هو شو بيحب الحياة، شو بيكره، إيمت بينام، إيمت بيفيق، شو بيحب ياكل؟ حابة أعرف عنه كل شيء كوكي، الله يخليكي. رح خبرك شيء واحد بس. طارق دون جوان فما رح تكوني لا أول وحدة ولا آخر وحدة بحياته. يعني كيف يعني؟ يعني عم خبرك الخبرية لما تفوتي فيها من الأساس. كوكي خلينا نطلع لشيرني، حاسة حالي مخنوقة. لا ما في اليوم لانه وعده هشام رح شوفه. اه بالله؟ وشو بدك تقولي له؟ الحقيقة. الحقيقة؟ وبتقدري؟
قصدي انه البنت طيوبه وحبوبه، بس لو ما انها مجوزه. مجوزه تركة؟ بس هي رسميا بعدها مجوزه. يا خيي عبالي اطمن عليك واخطب لك قبل ما اسافر. انت بتعرفي كثير منيح ما بحب هالطريقه. انا مش حابه قعدتك لوحدك. بس بدي اتجوز انا بقرر، وانا بنقي البنت. اذا مرقنا بتجربه فاشله بحياتنا هذا ما بيعني انه كل تجربنا اللي جايه فاشله. طب وجوزة؟ شو هو؟ شو رح يصير بس يرجع؟ اهلين فرح، كنت عارفانة انك حتيجي اليوم مثل كل يوم. بصراحة لسه ما بعرف اذا رح اعمل هذا اللقاء او لا. ليش؟ لساتني محتارة. كأنك ناطرة تاخذي رأي حدا؟ لا بس ست ميديا، صدقيني غيابك عن الوسط الفني ما بيعني حدا غيرك. هو انا بدي احكي مع جوزي مشان شوية تفاصيل، بس هو مشغول شوي. يعني هو مهتم بشغله وانت تخسري شغلك كرمال شو؟ شوية اهتمام منه؟ عفوا؟ آسفة، بس واحدة من صفات الصحفي هي الجرأة، وأنا حابة أحكي كل اللي بقلبي. فرح، أنا عن جد بحاجة لشوية خصوصية. ما رح يأثر عليك يا ست ميديا إذا خصيتينا بشوية صور. أنا كتير تعذبت لبعدت عن دوجة الوسط الفني، خايفة ترجعي تفتحي عليه أبواب، تعذبت كتير لسكرتهم. ليش أنت كنتي بدك تسكريها؟ طيب فيني أسألك سؤال وبصراحة مو للنشر؟ تفضلي. اللي بعرفه عنك انه الفن بيمشي بعروقك، هلا ليش بدك تبعدي؟ يعني عم تفكري تعتزلي؟ تفاجئ اني جيت لعندك بلا موعد، بس بتعرفي قصص الصحفية وهولي القصص المعجبين يعني.